إذا صام الإنسان يوم الجمعة مفردًا بنية أحد أيام الست من شوال، فهل فعله صحيح؟ نهي عن صوم يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة منهي عنه، والحديث صحيح في هذا، لأنه يوم عيد، عيد الأسبوع، فلا يصام إلا إذا صامه قضاء من رمضان، إذا صامه قضاء من رمضان فلا بأس، من يصوم تطوع فلا. نعم.